كتير بهمني أعرف متى أنا بحاجة ومتى أنا مش بحاجة لأستخدم الفينيرز أو عدسات تجميل الأسنان أو القشور التجميلية. كتير ناس بفكروا هاي الشيء من الكماليات، بينما هو بالمقام الأول هو علاجي بحت. أنا ممكن أستخدم القشور التجميلية لعلاج فراغات الأسنان، عدم انتظام الأسنان، تلون الأسنان وكتير أمور أخرى، بس اللي أنا بحب أحكيه العلاج بالقشور التجميلية يعتمد أدي الطبيب بإمكانه يقدم هاي القشور من غير ما يبرد الأسنان أو يبرد الأسنان شيء قليل جدا. إذا الطبيب حيضطر لبرد الأسنان بكمية كبيرة، معناته هاي الحالة لا تصلح أن تعالج باستخدام القشور التجميلية. لهيك انتبهوا، متى أنا بقدر أستخدم القشور التجميلية؟ إذا أمكن استخدامها من غير برد للأسنان أو برد قليل جدا للأسنان.